طب هنا خليني ارجع مره تانية لهذا الحوار شديد الاهميه اللي دار ما بين فخامه الرئيس وما بين كبار المشايخ وكبار العمد في مطروح والسلوم. وسيدي براني معانا العمده بلال احمد من كبار مشايخ مطروح. اهلا اهلا يا حاج بلال، اهلا بيك. ازاي الصحه؟ الرئيس دايما كان النهارده طول اليوم في حديثه معاك يقول لك يا حاج بلال. الو، ده احنا كمان متشرفين جدا يا حاج بلال، بس هستاذنك الشبكه مش قد كده، فلو في حته الشبكه فيها اجمل شويه هنقف. حلوه جدا، انا قاعد في البلكونه على البحر بصراحه. الله 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 الله، طب ما تاخدنا نقعد جنبك بقى يا حاج بلال، مش كده بقى تقعد على البحر لوحدك وتسيبنا كده؟ يا رب يخليك، الشرف يا حاج بلال. حاج بلال، النهارده لما كنتوا بتتكلموا مع فخامه الرئيس وكان في حديث دار ما بينك وما بين الرئيس مباشره، خليني الاول اسالك على انطباعك لزياره الرئيس ليكو واللقاء اللي اتعمل. زياره الرئيس طبعا انطباعه، يعني اقول لك ادالنا الروح والامل من جديد محافظة مطروح كلها. الروح والامل، دلنا روح وامل. طب عظيم، يعني محافظة مطروح كلها بجايله دي. قول لي ازاي. ايوه قول لي ازاي يا حاج بلال هذا الحديث والحوار اللي تم ما بين الرئيس وما بينكم ادالكم روح وادالكم امل. والله سيادتك بالمشاريع اللي بتنفذ على ارض الواقع. قول لي ايه بقى المشاريع دي؟ لقيته حافظ، لقيته حافظ وحافظ. هو الرئيس بقى حافظ الحاجات دي؟ انا شفت، انت حافظ اكتر مننا. لا، واحنا انت تعرف اكتر مني طبعا يا حاج، تعرف اكتر مني بكتير. لقيته حافظ. ايه انتوا في مطروح مبسوطين باللي بيجرى ده وشايفين انه هيفيدكم؟ يعني ثلاث فندق. الخط بيقطع جامد، طب احنا هنحاول نكلمك تاني يا حاج بلال. كل الشكر ليك اولا، العمده بلال احمد من كبار مشايخ مطروح.